باع يعني باع باع فد ملخصتك شوف يعني تضرب علينا ابو الجيسي احنا كنا نقول ايرانيين وكراد عم عراقي عراق جيش عراقي يضرب علينا باوع باوع ملخصتك باوع هاي الدخانية هاي محرمة دوليا هاي محرمة دوليا طق هذا طق عباس الله يرحمه الدكتور عنده مقطع هسه اطق ارسل لكم اياه طق هنا وقتله خلاص باع ما تجيسوا هاي لا تقولون ايران ولا باوع انا اشجع ايران واشجع ما شنو لا تقولون ايران ولا تقولون كراد عم جيش عراقي كتب لنا عنده مقاطع راح اشوفكم اياها هاي محرمه دوليا هاي 2012 2009 يطقون علينا يحرقون العماير تعال المظاهر حرقه والله مدس مدس والله تطلعون واحنا باقي منهم 25 انا موجود انا حمزه ابو التكتك خاف تقولون مغطوش حمزه ابو التكتك الحرقه والتكتك ماتوا شمروها من الجسر ليش يحرقون التكتك اخوي حرقاها وشمروها من الجسر حرقاها وشمروها من الجسر يعني انا اروح انسن انا غير هاي كلهم اخواننا واهلنا عنده مقطع اشوفك يا طق الدكتور عباس هناك قلت له خلاص هذا شلته حطيته هنا تعال شوف الدم ماله هاي مقطع فيديو ماله شلون اطلعك اياه تعرضه هنا يعرض اريد احق